سيونس واش كاين شي رواج على الباراسولات هذا العام هذا ولا بقى ديالها شفا؟ الرواج ناقص بالنسبه للعام اللي فات والعام اللي داز بالنسبه للكورونا. الرواج ناقص مع الاثمنه زادت بزاف عاوتاني. ولا الباراسول ديال كنجيبوه كنا كنجيبوه ب 45 درهم ولينا كنجيبوه ب 110 درهم. وبالنسبه للكليان اللي كتجي تقول لي 250 درهم 200 درهم كيجي غالي وناقص القضيه بزاف. مين تيتصيب هذا الباراسول؟ كيجي من برا الشينو. الشينو صبريو والشينو صبريو كانوا كيجيبوه رخيص دابا مع زادوا في ليسانس وهادشي كلشي تزاد. يعني الباراسول كله تيجي هو من الشينو؟ كلشي ما كاينش شي كيتصيبش من المغرب كله كيجي من برا. وكيجي دابا كان كيجي ناقص دابا تزاد بزاف بالنسبه للعامات اللي داز دابا اربع سنين هو كيتزاد. ورد الورش ديال التراموا تا واش بان لي اثر على تو بزاف كليان ما بقاوش كيبانو ما بقيتش كنشوفو الداخل حتى البراني ما بقيتش كنشوفو قليل فين كتشوف شي واحد دام. انت تبيع الجمله ولا تبيع بالتقسيط؟ بجوج تقسيط وبجمله. تقريبا امتى تتحرك بزاف؟ واش شهر 7 ولا شهر 8 ولا شهر؟ دابا ماتت دابا مابقاش الواحد تحرك. كانت كتحرك من شهر نصف شهر 5 حتى شهر 8 انت تشوف ما كاين ما يدار. الناس مابقاوش بها الباراسولات والو. دابا اللي كيجي كتقول ليه 200 درهم ولا 250 كيزيد بحالو كيقول لك اللهم نمشي نكري ولا ناخذ باراسول كي غيدير. شحال من عام عندك تونس في هذه الخدمه هذه؟ في مده ديال 20 عام 20 عام وانا في هذا الدومين.